الأستاذة سميرة في دوامة مع بنتها في مسألة الديون، وإنها راحت تشتري موبايل وبعد كده اتدينت وبعد كده عايزة تسدد بديون، وعمالة تاخد تطلع من حاجة تخش في تانية. إحنا لازم نبقى فايقين لولادنا أكتر من كده، وهي ما ينفعش تعمل وهي تحت إمرتكم تصرف دون الرجوع إليكم. يعني الأمر كان شوية محتاج شدة من بداية الأمر، إنها تروح تجيب تدين عشان تجيب موبايل بصفات معينة، عشان أغلب الشباب اللي بيطلعوا يتعايقوا على بعض شايلة موبايل معرفش إيه وبتاع إيه، ويا ريتهم حتى بيستفيدوا. يعني أنا نفسي تطلع في حملة كده أو يعني مبادرة نتكلم فيها عن إن إحنا نقلل استعمال الـ الأجهزة دي لخطورتها وتضييع وقتها وإفسادها لأعضاء الإنسان، إنه العصب والتركيز الزيادة والنظر وأشياء كثيرة. كم الاستفادة لازم يكون بحساب، لأن في أضرار من وراء هذه الأجهزة. وفي نفس الوقت إن الإنسان يوحي لنفسه في ديون عشان أروح أجيب محمول، هتستعمله في إيه وبالفئات العالية دي عشان إيه؟ والإنسان لازم يكون يعقل هذا الأمر. والأمر اللي أنا بقوله ده بقوله لولادي برضو، انت هتستعمل ده في ايه وعشان ايه، عشان يبقى فاهم انها مش لعبه، ومش لازم مع كل مواكبه للموضه الولاد تطلع بحاجات زي كده ويورطوا الاباء في ديون وهي ممكن تتسجن. الامر كان يحتاج لقدر من الشده منذ بدايه الامر، فنجتهد لسداد الورطات اللي حطيتكم فيها. والحاجه دي يبقى لازم يبقى في نوع من التأنيب أشبه بنوع من العقاب، ويبقى فيه تصرف فيه حزم شوية، مش إن أنا أنزل عشان أشتغل عشان أسد اللعب اللي هي بتعمله ده، ومفاجأة ممكن تتسجن فيه. أنا بشتري الشيء هستفيد منه بإيه وفي إيه، ده شيء ضروري. إنما إحنا النهاردة طلع موضة موبايل كله راح يجيب نفس بنستعملها استعمالات، يعني في ناس بتجيب فئات عالية عشان بتستعملها في أعمال خاصة بيها، إنما أغلب الشباب عشان يبوظوا عينيهم ويتعايقوا قدام بعض ويتفخروا قدام بعض، هو ده اللي بيحصل، هو ده اللي بيحصل. والآباء والأمهات بيكافحوا، ما بقولش إن الكفاح في هذا الأمر يسير، لكن موجود ولازم يبقى فيه كفاح. القعدات الطويلة على المحمول، ماسك إن أنا أغير محمول عمال على بطال، وأورط أهلي بهذه الصورة، والأم تنزل 60 سنة تشتغل عشان تسد تمن محمول، لا، يبقى لابد من وقفة. احنا بنوجه الولاد ازاي، مستوعبينهم قد ايه، واللي عمالة تطلع من دين تخش في التاني من غير ما ترجع لابوها وامها. يعني الامر عايز شدة، ولابد من مشاركة الوالد في الامر، مش عشان انه هيحصل حاجة، ايه الاجراءات اللي هناخدها عشان ردع هذه الفتاة والا تورط نفسها وحضراتكم معاها في مزيد من الديون. وبوجه لها رسالة، الامور دي ممكن تقلب جد وتلاقي نفسها مقبوض عليها عشان ما سددتش الدين، وكم كبير من الغارمات بسبب ان الناس بتكلف نفسها فوق الطاقه، بتكلف نفسها فوق الطاقه. في ناس صحيح مش لاقيه، وفي ناس بتكلف نفسها فوق الطاقه لمجرد انه الناس تقول ده عنده ده كذا ده جهاز بنتي ما اعرفش ايه، وبعد كده في النهايه نجد ان الناس ما سددتش هذه الحقوق ويتم حبسهم والقبض عليهم. يعني لا اعتقد انه ده صوره او وضع حتى ترضاه او يرضاه اب او ام او يرضاه اي انسان على نفسه. نسأل الله السلامه.